والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة رواند أبو درغم. مساء الخير رواند. مساء الخير رامز. شو الأبرز اليوم؟ دردشة مع الرئيس نبيه بري، تمشي كتير غنية. ما بيمشي تمديد بتمشي الانتخابات من دون الجنوب. هو أكيد هو هذا المنطق لأنه منطقة من ضمن لبنان، فوجه رسائل إن كان لجبران باسيل ولا إن كان لسمير جعجع ورأيه بالرد الإيراني. هلأ رح نشوف. يستشعر رئيس مجلس النواب نبيه بري خطر المرحلة ويحسم ألا شيء جديدا في لبنان إلى حين وقف القتال في غزة. وفي دردشة خاصة مع الجديد، قال الرئيس بري ردا على كتاب النائب جبران باسيل لمجلس الأمن بخصوص قرار جديد لتثبيت 1701 إن من مصلحة لبنان تطبيق هذا القرار كله، إنما ما يريده جبران أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة وهيدي ما بتزبطش. وأضاف بري هذه النقطة تحديدا مرفوضة ووحدة الساحات قائمة شاءوا أم أبوا. وفي رد على رئيس حزب القوات سمير جعجع بخصوص الانتخابات البلدية، قال الرئيس بري للجديد لن تحصل انتخابات في لبنان من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع أنه أنا نبيه بري مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان، هناك قانون للتمديد وسيكون هنالك جلسة، إلا أن الخطورة في الكلام هو عن الفيدرالية، وهذا يعني أننا ما نزال في حالات حتما. وعن حراك الخماسية، تمنى الرئيس بري أن يؤدي إلى الخير، وحسم أن أعضاء الخماسية متفقون على الدفع بقوة نحو إجراء الحوار وصولا للانتخابات وبرئاستي، على الرغم من أنني كنت متجاوبا في تسليم الياس بوصعب رئاسة الحوار، ولكن هل يقبل جبران باسيل بالمشاركة في حوار يرأسه بوصعب؟ وهل يقبل محمد رعد؟ وعن الرد الإيراني على الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية في دمشق، قال الرئيس بري إنها كانت حاسمة إذ إن قواعد الاشتباك تغيرت، ما عاد فيهم يضربوا مراكز إيرانية بسوريا وبغير سوريا من دون ما يكون في رد، وكانت أهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل زمن الأول تحول، أما عدم قدرة أمريكا في فرض التهدئة على إسرائيل فسببها الانتخابات الأمريكية، ونتنياهو لقط عخواني أولى بايدن. تحدث رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التطورات الأمنية قائلا إن كل الجبهات العربية متوقفة، فيما جبهة لبنان مشتعلة، ولذا سنستمر بمساعينا من خلال جهودنا ومن بينها توجيه الرسائل، داعيا حزب الله إلى التجاوب مع أي قرار دولي في حال صدوره. وعن الانتخابات البلدية، قال باسيل لن نتخذ موقفا بشأن الانتخابات البلدية قبل الاجتماع مع مولوي، وإذا كانت الداخلية جاهزة فسنشارك ولن نمدد. السؤال مش إذا التيار جاهز للبلديات، السؤال إذا الحكومة ووزارة الداخلية جاهزين. نحن عنا عدة مؤشرات لعدم الجهوزية، وما هيدا الشيء نحن ما لح ناخد أي موقف بموضوع الانتخابات البلدية قبل الاجتماع رسميا مع وزير الداخلية، رح يروح لعنده وفد نيابة لننظر نحن وياه ونفهم منه فعليا شو جهوزيته قبل جلسة المجلس النيابي لنحدد موقفنا من موضوع التمديد للبلديات أو عدم. الرئيس بري بعد دعوته هيئة مكتب المجلس سأل، حب يعرف شو موقفنا من الاستحقاق، وكان جوابنا أنه رح نجتمع من التكتل ونقرر على ضوء الشيء اللي هلأ أعلنته أنه منشوف الجهوزية بالوزارة. كل شيء عدا هيك هو كلام شعبوي مزايدة فارغة، بيقولولنا بيجي بيقولولنا بالسر نحن منعرف انه ما في انتخابات، ولكن تعالوا نصوت ضد التمديد او نقاطع الجلسة. يعني دعوة لشو؟ ما في انتخابات وما في تمديد، يعني تعالوا نفوت على الفراغ، على المجهول، على الفوضى. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحدث عبر حسابه على منصة أكس عن جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات.
متوجها إلى محور الممانعة وحلفائه بالقول: بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضا وأيضا من السلطات المحلية. وأضاف جعجع أن التيار الوطني الحر مدعو اليوم وقبل غيره إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة. الكاتب السياسي جون منير، وفي مداخلة عبر الجديد حول الملف الرئاسي: قطر ستعاود تحركها وأبو فهد سيعود إلى بيروت. شيء جديد على مستوى الرئاسة، يعني مفاجئة. حسب من قريبا جدا ستعاود قطر عبر أبو فهدها إلى بيروت، أبو فهد تحركها، وبالتالي سيأتي أبو فهد إلى بيروت. وهذه فيها مسألتين. أول مسألة، وفق إشارة أو إطار جديد، مسألة جديدة، صياغة جديدة على ما يبدو، طرح جديد على ما يبدو، هيك ما فهمنا. والنقطة الثانية إنه هذا يحصل بدعم أو بتوافق أمريكي أو بتشجيع أمريكي، وهون بنرجع على النقاط اللي كنا لمواكبة ومساعدة. رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية فادي بودية أكد أن التواصل بين إيران وأمريكا إنما كانت سويسرا هي الوسيط، أما حزب الله فسيتدخل في حال ردة إسرائيل على الرد الإيراني. تولت السفارة السويسرية في طهران هي في نقل الرسالة الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا اختيار سويسرا؟ لأن سويسرا ببساطة هي على سرعة اتصال مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسفارتها موجودة في إيران. هلأ بالأهداف، أنه ما ننسى اليوم أنه هذا الرد الإيراني كشف كل منظومات الدفاع الجوية التي استخدمت في هذه العملية لعشر دول، من الأردن إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى ألمانيا إلى فرنسا. يعني عملت سكانر ماسح كامل إلى كل الأنظمة الدفاعية التي تصدت لهذه الطيران، فما بالكم إذا استخدمت إيران أو حلفائها ضرب الجولان من مسافة صفر. حزب الله لم يتدخل بطلقة كلاشينكوف، الحشد الشعبي لم يتدخل في كل هذه العملية، وأنصار الله الحوثيين لم يتدخلوا في هذه العملية مطلقا. بس هذا لا يعني أنه إذا ردت إسرائيل على إيران ردا على الرد، أنه مع أنه حزب الله سيبقى بعيدا عن في جولة أخرى. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. رامز، عودة لك. شكرا رواند.